يسوع عزم تلاميذه على العشاء وأعطاهم أحلى وصية قالهم وطلب منهم حتى يتذكروا دايما كل ما اجتمعوا مع بعض. بارك يا أبانا.
بكنيستهم بمدرستهم بكل مكان عم يسمعوا فيه عن ربنا وعن محبة ربنا يلي عم بيقول كرمالنا قدم جسده. وين قدم جسده؟ أول مرة قدمه على الصليب بذبيحة دموية. ونحن عم نستمر من خلال وصيته اصنعوا هذا الذكر عم بيقدم جسده بطريقة روحانية غير دموية بكل الناس حتى يظل يسوع حاضر بحياتنا ويعطينا هالذكر. لذلك نحن اليوم بدنا ناخذ مقصد كلياتنا مع ميرا وعائشة. المقصد انه نكون عم نصلي له تدايما يدل هالشوق لإلهم بيسوع.